منها: ما الحكم لو احتجم الإنسان جاهلا بأن الحجامة تفسد ومثله يجهل؟ الجواب: صومه صحيح لفوات شرط العلم. ما الحكم لو أن طائرا أو ذبابا قليل أدب لما رأى فمك مفتوحا دخل فيه حتى استقر في قواعد بطنك سالما؟ الجواب: دخل من منفذ معتاد، ولكن أنت غير مريد لدخوله، فحينئذ هل صومك يفسد؟ الجواب: لا. ومثله لو أن الإنسان استقبل غبارا فأحس بطعم الغبار في حلقه فإنه حينئذ لا يفسد صومه لعدم الاختيار. لو أن الإنسان نسي في أوائل صيامه وجامع في نهار رمضان، نسي وجامع، هذه متصورة ولا لا؟ ما متصورة؟ لا متصورة، الإنسان ينسى، الإنسان ينسى. فإذا جامع ناسيا فصيامه إيش يا جماعة؟ صحيح، ولا يخص الجماع لا بشيء أبدا، بل يقال فيه كما يقال في سائر المفطرات. لو أن الإنسان نسي وأكل وشرب فلا شيء عليه، لو أن القيء ذرعه من غير اختيار منه فلا شيء عليه، لو أن رأسه أصيب بصدمة ثم نزف منه دم كثير فلا شيء عليه، لأنه غير مختار لهذا الأمر، غير مختار لهذا الأمر. بقينا في تنبيه بسيط، وهي قولنا: ومثله يجهل في اشتراط العلم. ماذا نقصد به؟ نقصد به أن الإنسان لا يكون عائش يعني يعيش بين المسلمين ثم يدعي الجهل بمسائل متفق عليها بين المسلمين، هذا مثله ما يجهل، هذا يتجاهل، هذا يتحايل بالجهل، فجهله غير معذور فيه. عندك العلماء، لماذا لا تتعلم؟ تستطيع أن تتصل بالعلماء. فمن عاش بين المسلمين وادعى أنه مثلا جامع جاهلا أن الجماع حرام في نهار رمضان، هل يسمع دعواه بأنه جاهل؟ الجواب: لا، ما تسمع دعواه، لأن القرائن التي تحف بها تدل على صدقها ولا على كذبها؟ تدل على كذبها. فإذا لا حق لك أيها المفتي أن تفسد صيام أحد تناول شيئا من هذه المفطرات إلا بعد أن تسأله عن هذه الشروط الثلاثة، فإن توفرت كلها فأفسد صومه، وإن اختل واحد منها فلا تفسد صيامه. بقينا في مشكلة وأرجوكم أن تحلوها: نزول دم الحيض والنفاس، هل هو باختيار المرأة؟ بغير اختيارها، إذن هي مكرهة ومع ذلك صومها يفسد. أنا بالمعنى. على كل حال، إن نزول دم الحيض والنفاس من قبيل الأحكام الوضعية التي لا يشترط فيها لا إرادة ولا ذكر ولا شيء، وأما الأكل والشرب فهو من قبيل الأحكام التكليفية، فتلك الشروط الثلاثة في المفسدات التي تدخل تحت دائرة الأحكام التكليفية وليست في المفسدات التي تدخل تحت دائرة الأحكام الوضعية، وجميع المفسدات تدخل تحت دائرة الأحكام التكليفية إلا مفسدين فقط، وهما الحيض والنفاس، فبوجودهما تترتب أحكامهما بغض النظر عن حالة من نزلت عليه، لأنها من قبيل الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية يثبت مقتضاها مباشرة بدليل: لو أن المجنون كسر زجاجة إنسان يثبت على المجنون الضمان. طيب هل كسره باختياره؟ مجنون، لا، هذا يثبت عليه الضمان. كيف تقول يثبت عليه الضمان وأنت قلت لا يصح منه لا عقود ولا عبادة؟ نقول نحن نسقط عنه الأحكام التكليفية، وأما الأحكام الوضعية فإننا نطالبه بها، فليس ما هو محل الضمان يضمن وليه. وكذلك الشات، حتى الشات لو أتلفت شيئا وجب عليها الضمان، لكن لما لم تكن محلا صالحا للضمان ضمن راعيها، وهذا من باب إقامة الحق والعدل بين الناس وحفظا لحقوقهم. فإذا نزول الحيض والنفاس ليس حكما تكليفيا وإنما حكم وضعي، والأحكام الوضعية تثبت آثارها بمجرد وجودها بغض النظر عن كونها جاهلة أو كونها ذاكرة أو كونها مختارة.